والجمعة طبعا عاش العالم على وقع أغنى سباقات الخيول في العالم، كأس السعودية اللي شرف ورعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحضر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كيف كانت ردود الفعل على هذه الكأس وماذا قالوا عنها وما هي الشهادات فيها؟ الإجابة مع مديان رضوان. كأس السعودية في نسختها الأولى عالمية برعاية ملكية حولت وجهة محبي الخيل والخيالة إلى المملكة العربية السعودية. It's a great thrill to be invited and to visit Saudi Arabia. It's my first time, and full marks to the royal family for putting on and showcasing a wonderful, wonderful race day on Saturday. The best horses in the world are here. شهادة من الحاضرين وصحف عالمية، فالمشاركين بالإضافة إلى السعوديين جاءوا من المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وفرنسا وأمريكا واليابان وغيرها من أنحاء المعمورة. Today, I tell you what, they're really running for me tonight. They're all getting into a really happy rhythm early on, and it's feeling good. Yeah, it's fantastic conception, the first international race in Saudi Arabia and first turf race. And I was here quite a lot over the years, and to think that we'd have an international event here. I'm really loving being in Saudi Arabia. It's been a fantastic experience. مشاركون جلبوا معهم جيشا من الإعلام لتغطية الحدث، وكذلك كتبت عنهم الصحافة في بلادهم. المواقع المتخصصة بسباقات الخيول خصصت تركيزها على كأس السعودية لأنه الأغلى في تاريخ السباقات العالمية، والفرس ماكسيموم سيكيوريتي خلد اسمه للتاريخ. Great sense of anticipation among all the international visitors here. Great sense of excitement, feeling we're part of racing history. Fantastic collection of horses from all over the world. The turf course is fantastic. The dirt track rides super as well. In Saudi, they've probably picked up on the fact that, you know, nothing but good, you know, publicity can come from, you know, having events like this. And, you know, they're definitely putting their best foot forward. And this is a dream, fairy tale stuff to be here at the richest night in the world. Maximum Security شغل الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي. الجوائز بلغت قيمتها أكثر من 29 مليون دولار، ووزير الرياضة السعودي قالها الأحلام باتت حقيقة. الأحلام باتت حقيقة، فالحمد لله اليوم بوجود هذا الدعم السخي أمامنا أن نعمل، أمامنا أن نجتهد لتطوير الرياضة لما تصب له قيادة المملكة العربية السعودية. الحقيقة أن كأس السعودية حظيت باهتمام عالمي ودخلت الأجواء من الباب الكبير، فرفعت سباقات الخيول إلى مستوى جديد وأضحت الأبرز على الرزنامة الفروسية. مديان رضوان، صدى الملاعب.